السلام عليكم ومرحبا بكم في أنا طبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم إن شاء الله غادي تكون عبارة على كيكة بثلاثة ديال الطبقات بواحد المكون اللي كيخليها تجي هشيشة، مذاقها كيجي رائع بزاف. المهم هاد الكيكة هادي غادي تعجبكم. بالنسبة للكيكة ديالنا ما فيها لا فرماج لا والو وكتجي معلكة. كنتمنى أنها تنال إعجابكم، خليكم تابعوا مع المكونات وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله بالمكونات ديال الطبقة الأولى اللي غادي تكون عبارة على كيكة. غادي نحتاج ثلاثة ديال البيضات يكونوا بحرارة المطبخ، بيضات متوسطين، عندي فاني فيها 7.5 غرام، عندي جوج أكياس ديال الكاكاو، جوج أكياس ديال خميرة الحلويات، كل كيس فيه 8 غرام، يعني غادي نحتاج 16 غرام. غادي نحتاج كاس ديال العنبة، دائما العبار بكاس العنبة، كاس ما عامرش واحد شويه هانتوما ديال الزيت. غادي نحتاج كاس ما عامرش، دائما العبار بكاس العنبه ما عامرش بزاف هانتوما ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيده حتى هو ما عامرش، ملعقه صغيره ديال الخل، حبيسه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال القرفه. هاد الكيكه هادي كتجي خطيره بمذاق القرفه. وعندي جوج كيسان ديال الخيزو اللي حكيته، وغادي نحتاج طعق على حسب الخليط تقريبا جوج كيسان ديال الطعق. المهم حتى نخدم الكيكه ونقول لكم شحال هزات ليا بالضبط. نبداو على بركه الله. هنا خديت اناء غادي نهرس فيه ثلاثة ديال البيضات. غادي نزيد قبيسه ديال الملحه، فاني، كاس ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال القرفه، ممكن تنقصوا، انا كتعجبني مذاق القرفه. وغادي نخلط هاد المكونات كلهم مزيان. غادي نضيف علبه ديال الياغورت الطبيعي يعني مسوس، العلبه فيها 110 غرام. غادي نضيف معلقه صغيره ديال الخل، صافي غادي نخلط كلشي مزيان مره اخرى. غادي نضيف كاس ديال الزيت، غادي نعبر جوج كيسان ديال الخيزو حكوك، كاس الاول، كاس الثاني، تقريبا جوج خيزوات متوسطين. وغادي نخلط كل شيء مزيان مره اخرى. غادي نضيف جوج خمارات، كل خماره فيها 8 غرام. غادي نضيف كاس الاول ديال الطعيق، بسم الله، غادي نضيف الكاس الثاني ديال الطعم، غادي نضيف غير نصو حتى نشوف شحال يكفيني. دابا غادي ناخذ هذا الاطار ديال الكيكه كيف كتشوفوا ها هو، وغادي ندير الكيكه ديالي، غادي نديرها شويه تكون بحال هكا. المهم غادي ناخذ ورق الالومنيوم هو الاول نسرحو باش ما يدوش ليا الخليط، وغادي ناخذ ورق الزبده كنحط الاطار ديالي بحال هكا.
على الحجم اللي بغيتو نتوما، بغيتوها تجيكم طالعه بزاف صغر، وبغيتوها تجيكم كبيره بزاف، اولا ديروا في هذاك المول ديال الزاج اللي بغيتو نتوما. صافي غادي ندير هذه هكا. صافي غادي نخوي الخليط ديالي، غادي ندخلو للفران. غادي الفران ما كنكونش مسخناه من قبل، درجه الحراره تكون تقريبا 160 درجه، حتى تبان ليا الكيكه. كنشعليها غير من التحت حتى كتبان ليا طابت، ونشعليها من الفوق باش تحمر لها الوجه ديالها، ونطلعوا ان شاء الله باش نديروا الطبقه الثانيه. ندوزو دابا للطبقه الثانيه ان شاء الله، اللي غادي نحتاج فيها 4 الكيسان ديال الحليب. بالنسبه للحليب عبرت الكاس بكاس العنبه. غادي نحتاج نص كاس ديال السكر سنيده، السكر كيبقى على حسب الذوق، ممكن نزيدو اولا تنقصو. غادي نحتاج واحد 4 المعالق حتى 5 المعالق كبار ديال الدقيق. غادي نحتاج فاني، معلقه كبيره ديال الزبده، وعندي هنا عندي هنا 7 ديال القطع ديال الشوكولاته الابيض، يعني 50 غرام تقريبا. نبداو على بركه الله. غادي ناخذ الحليب نزيد عليه فاني، نزيد السكر، وغادي نخلط هذا الشيء مزيان. غادي نزيد الدقيق واحد، جوج، ثلاثة، أربعة المعالق يكونوا عامرين مزيان الدقيق. صافي غادي نخلط كل شيء مزيان. غادي نديرو فوق البوطة حتى كيبدا يعاد، ضروري كديرو فوق البوطة وكتبقاو تخلطو. صافي هانتوما الخليط ديالي كيولي بحال هكا، كنبقى نحرك ضروري ما تغفلوش عليه. هانتوما شتو، غادي نضيف ليه معلقه كبيره ديال الزبده وهو مازال سخون. وغادي نضيف ليه 7 القطع ديال الشوكولاته الابيض. في نفس الوقت غادي نخلط حتى كيذوب الزبده والشوكولاته، وكتكون الطبقه الثانيه واجده. صافي هو الزبده والشوكولاته دابو. هانتوما كيف كتشوفوا الخليط ديالي كيف كيولي. هانتوما الكيكه ديالي ها هي من بعد ما وجدات، شفتوها كنخليها حتى كتبرد. غادي نحيد هذاك ورق الزبده، دوزت واحد الموس في الجناب باش تحيد ليه بسهوله، وغادي نرجع القالب ديالها. هنا درت واحد عمت بحال هكا، وغادي نخوي الخليط ديالي بسم الله، ونتجو نشوفوه الوسط، نحركو مزيان ونخويه بسم الله. بالنسبه للطبقه هذه غادي ندخلها للثلاجه ونخليها حتى كتبرد تماما، عاد ندوزو نوجدو الطبقه الثالثه والاخيره ان شاء الله. دابا غادي ندوز نوجد الكراميل اللي غادي نديرو كطبقه اخيره. هنا عندي معلقه ندير فيها كاس ديال السكر، صافي دابا السكر تقريبا راه ذاب، نرسه هادو. غادي نضيف كاس ديال الماء مغلي اللي غليته من قبل، وغادي نبقى نحرك حتى كيذوب السكر. واخا يبان ليكم تجمع ما تكاكوش منه، غيبقاو تحركو تيذوب. في نفس الوقت ناخذ كاس ديال الحليب،
ونزيد عليه معلقه كبيره ديال النشا، ولكن ضروري تبقاو تحركوا باش يذوب السكر اللي تجمع. غادي ناخذ معلقه كبيره ديال النشا اولا جوج صغار، واحد يكونوا عامرين مزيان، وغادي نذوبهم في نشوف ندوبهم مع الحليب، حليب بارد، حيت الا درتوه سخون النشا غادي تولي لكم بحال العجينه، تولي لكم كويرات. صافي، من بعد ما ذاب السكر نعاود نخلط، وغادي نضيف كاس الحليب اللي معاه معلقه كبيره ديال النشا تكون عامره. وغادي نبقى نحرك حتى كتبان ليا بدات تتعقد. غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الزبده ونبقى نحرك حتى كنحصل على القوام اللي بغيت. صافي، غادي نخوي دابا الكراميل ديالي، ها هو شفتوا كيفاش يكون. غادي نخويه في الزلافه ونخليه يبرد. صافي، دابا من بعد ما بردات الطبقه الثانيه كيف كتشوفوا، بالنسبه لهاد الكريمه اللي وجدنا اولا هاد الكراميل اللي وجدنا، غادي نحركو مزيان. وغادي ندير كميه منه، منديروش كامل باش ما يجيناش حلوه، ما تجيناش حلوه بزاف، غير واحد الطبقه رقيقه. بالنسبه لهاد الطبقه الثانيه البيضاء، درنا فيها الدقيق، ما درناش النشا باش ما تجيناش واقفه، كتجي بحال معلكه كريميه، فهمتوا؟ الا درتو فيها الدقيق كتجيكم كريميه. غادي ناخذ دابا شويه ديال الكركاع وغادي نهرسو من الفوق. صافي، غادي نهز هاد القالب ديالي، بسم الله. وهذه هي كيكه ديالي، شوفوا كيفاش كتجي، هانتوما وصافي. هذه هي كيكه ديالنا، كنتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش تشتركوا في قناتي وكذلك الضغط على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. خليكم ونطلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده باذن الله.